أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها أسقطت 42 مسيرة أوكرانية في القرم، متحدثة عن هجوم نادر على شبه الجزيرة. الدفاع الروسي أكدت أنها دمرت 9 مسيرات فوق أراضي جمهورية القرم، فيما جرى تحييد 33 مسيرة بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، وقد تحطمت من دون بلوغ هدفها. تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لصاروخ معدل من طراز S-200 فوق منطقة كالوغا القريبة من العاصمة موسكو، وفق ما أكدت وزارة الدفاع الروسية. وذكر الجيش الروسي أن أوكرانيا حاولت مهاجمة أهداف مدنية على الأراضي الروسية باستخدام الصاروخ. وفي سياق موازن، أكدت وكالة تاس الروسية تعليق الرحلات الجوية في مطري بنوكوفو ودومو ديدوفو في موسكو إثر هجمات بطائرات مسيرة شهدتها المنطقة.